سماح. يا عيون سماح. انا خارج يا حبيبي. كده على طول حاف؟ لا ده لازم افطر. وهنا وهنا. ما تتاخرش عليا. لا سماح. لا ابدا، انا النهارده هرجع بدري، يعني يا دوبك عندي يعني محاضرتين في المعهد، وبعدين عندي تسجيل كام غنوه بالليل لواحد مطرب جديد. وارجع الساعه 2 كده. حلو، يعني هتقبك بقى يا عينيا ان شاء الله، وهجيب لك كل اللي انت عايزاه. جلجل. نعم. من فضلك يعني تعدي على شارع قصر النيل كده تجيب لي الاسوره اللي شفناها سوا مع بعض امبارح. حاضر يا حبيبتي، انا فاكر ان شاء الله. بجد فاكر؟ طبعا فاكر. طيب وانت في شارع بقى قصر النيل؟ أيوه. ما تنساش تجيب لي الجزمه. ايوه. والشنطه. ايوه. والشيل. لا انا فاكر، هجيبهم لك طبعا. بجد؟ امال. لا مش معقول، انت كده بتتريق عليا. لا اتريق عليك ازاي؟ انا النهارده يعني عندي يوم مفترج، يعني هقبض النسبه بتاعت الكاسيت بتاع الشريط الجديد ان شاء الله، اجيب لك كل اللي انت عايزاه. الله. الله. طب اقعد. نعم. استنى. أيوة. بنام كده بقى. أيوة. تجيب لي حته قماش حلو على ذوقك. استنى بس. يا اخي استنى، الشغل يستنى. لا معلش، عشان النهارده يوم زحمه عندي. مش معقول كده يا جد. في حاجه تانية؟ جلجل. انت سارح في ايه؟ اصل عمرك ما فكرت في عماد وطلبت مني اشتري له حاجه؟ هو انا كل ما اقول لك جيب لي حاجه تقول لي نجيب لي عماد؟ هو عماد كان ناقصه حاجه؟ ما هو عنده. ده غلبان يا سماحه، يتيم، امه ماتت وسابتهولي وهو عنده 6 سنين. يا راجل يا راجل، فوق لنفسك، ده انت لسه في عز شبابك. انا مش فاهم ايه سبب كرهك للولد. حقه، بطلوا ده واسمعوا ده. يوه، كتم على حريتي، قصدي كتم على حريتنا. معلش استحملي يا سماح، وهو هيخلص الثانويه السنه دي ان شاء الله. يا اخويا ده انت راجل طيب على نياتك، ده ما بيبطلش غنى طول النهار، يبقى فين المذاكره؟ فنان زي ابوه، وانا متاكد ان الواد ده هيطلع مطرب عظيم. جلجل. نعم. على فكرة أنا منى عيني إنه ينجح. شكرا أوي يا حبيبتي. طيب عن إذنك بقى عشان أنا خارج. بقول لك إيه؟ أيوه. أنت مش ناسي حاجة؟ طبعا ناسي. ناسي ال 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 النوت. مية مية، ابنه واكل عقله. النوت قال حيني عليا. عشان محدش يشوفك يا اختي. عليك، وهو في فرق بين بالليل وبالنهار؟ ها وحشتني. مالك مالك نحنح كده ومساوك؟ ها بالنهار بوزعه على الشغل واروح طالعه، بالليل بحط له المنوم في الشاي ينام واروح طالعه. ايه ما بوحشكش الا بس بالليل؟ ها مفهوم في بين القمره.
كويس أو 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 أو. يلا بروف يا جماعة. طقم سماعة تقيل. ان شاء الله في التسجيل الكسب بتاعك ده ان شاء الله هيكسر الدنيا. فضل الحنك الحلو يا استاذ. لا انت صوتك كويس ومستقبلك عظيم باذن الله. يسمع منك ربنا يا استاذ جلال. السلام عليكم يا استاذ. اهلا جلال. اهلا يا استاذ عماد. اهلا وسهلا. ابن حضرتك؟ ايوه ابني وصديقي وحبيبي ده هيبقى مطرب عظيم ان شاء الله. ربنا يوفقك. مع السلامه. نتقابل بقى في استوديو 46 الساعه 6. حاضر. مع السلامه. يا استاذ عماد تعالى بقى عشان نتكلم في الموضوع. يا بطل عامل ايه دلوقتي في المذاكره؟ كله تمام. بس كان في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها. قول. قبل سماح ما بتطقش تشوفني اذاكر ابني. معلش يا ابني انت عارف يعني دي مرات ابوك استحملها برضه عشان خاطري. خاطرك على عيني وعلى راسي يا بابا. بس دي بتخانق ببان وشها، تتخانق معايا، تتخانق مع الجيران، المهم تغلوش عليا ما ذاكرش وخلاص. يعني ماليش خاطر عندك؟ يا بابا خاطرك على عيني وعلى راسي، بس امتحانات قربت كمان وانا في عرض ضيقه. اسمع سيب لها البيت وروح ذاكر عند مرسي الانونجي اهو عايش لوحده في الشقه وطول النهار بره البيت. فكره هايله. ربنا يخليك ليا يا بابا يا عظيم جدا. شكرا. قوي قوي. الف شكر. قوي قوي قوي. الله. قوي. يا اختي. ايه يا اختي؟ مالك وافقت عليا الطريق كده ليه؟ يو ايه هتصوريني ولا هتصورين؟ يمكن هتصورين. صوري. ما تلزمنيش هعمل بيها ايه؟ امال ايه اللي موقفك يا حبيبتي؟ ريحه فايحه وخايفه على جوزك يعرف. بتتجسسي عليا؟ جوزي؟ جوزي ده ايه اللي ياه؟ وريحه ايه اللي فايحه؟ ده انا فله يا بنت. شمي. مش مهم انا اللي اشم، المهم جوزك المسكين اللي ما يشمش. الله. جوزك؟ جوزك يكونش عينك من جوزي ولا ايه؟ جوزي يا ننوس عين امه يكذب عينيه ويصدقني. يبقى تخافي عليه وتحافظي على اسمه. الله. بقولك ايه، اوعي يا حبيبتي من سكتي واطلعي منها وهي تعمر. اصلي تعبانه شويه عن اسمك. أنا عارفة يا عم جلال كان إيه اللي رماك على الشيطانة دي. مش أبدا خرجت متأخرة ما لحقتش على الصلاة، يقول لي ما خرجت. ليه حصل إيه؟ طلعت الصبح أبص على حنان لقيت الست خارجة من أوضة رسمة. بس بس يا بابا اسمعي. ما هو لازم يسمع ويعرف ولا هيفضل ماسكين نايم على ودانه. والله أنا خايف الصدمة دي تقضي على حياته. خلاص تبقى تشوف لك. شوفوا بكره ضروري. طيب ضروري. ايوه طيب. الصبر حلو يا اختي. ايه الدنيا طارت؟ ايه رجعك؟ جاي اخد كتاب التاريخ. وما خدتوش للصبح؟ هو تحقيق ولا ايه؟ اجي وقت ماجي. لا بقول لك ايه، مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انت هنا ضيف يا حبيبي. عارف ضيف يعني ايه؟ ضيف ومش مرغوب فيه كمان. بابا الوحيد اللي يقول لي الكلام ده. يا روح بابا. أنا بقى يا حبيبي صاحبة البيت، يعني أنا اللي أقول آه وأنا اللي أقول لأ. متهيألك
انا ساكت عشان خاطر بابا. وتسكت ليه يا حبيبي؟ ما تتكلم، تكونش ماسك لي زله ولا ماسك لي زله؟ باين عليك يا واد ماسك لي زله. مفيش داعي للكلام، واللي على راس بطحه يحس بيها. بطحه؟ البطحه قال انا راسي سليمه يا حبيبي، وان كنت شاطر صحيح روح قول لابوك وانا اخليه يشرب من دمك. من دم انا؟ صحيح، اللي اختشوا ماتوا. بقول لك ايه يا عينيا، ابوك بيحبني ومش ممكن يصدق كلمه تتقال له عليا. مهما حد قال له كلمه مش هيصدقها. قلت ايه؟ انت شطانه شيطانه. طيب اما يجي سي جلال يشوف لك سيرفه يا ابن نعيمه، ما هو البيت خلاص ما عادش يستحملنا احنا الاثنين يا روح امك. يانا يانا في البيت ده. خلاص رايح روحك، سيبهولك وخارج. ليك اب يترد عليه؟ انا هشوف شغلي. بس انا عايز. عايز ايه؟ عايز بوسه. يا خرابي. قبل البوسه جبت لي اللي قلت لك عليه؟ طبعا كل طلباتك. ده تفاح اولا. يجنن. يجنن. شوف الجواب كمان يجنن ده. يا حبيبي تسلم ايديك، هو ده اللي انا كنت عايزاه. يجنن بقى. يجنن. خد. ده بقى يجنن اكتر. الله يجنن. الغالي ما يجيبش الا الغالي. خد عسل. خدي بقى كمان دول. ايه دول؟ 100 جنيه هاتي بيهم اللي انت عايزاه. تعيشني. الله يخليك. ربنا يخليك ليا. الله يخليك. ايه؟ عايز ايه؟ عايز بوسه. اعمل لك الشاي الاول. هتعمل لي الشاي الاول. افرحنا قلبي زيك نصيب تبلغ مولاه ويا حبيب افرح يا افرح زيك نصيب تبلغ مولاه ويا حبيب افرح يا قلبي افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مولاه ويا حبيبي افرح حبايه تنيم والتانية تخمده، التالتة بقى يا بنت يا سماح تخليه ياكل رز مع الملايكة. حلاوتك يا جلجل، جنن وانت نايم. جلجل انت نمت ولا ايه؟ انا ما نمشي ابدا الا وانت جنب يا جميل. عملت لك شويه شاي في الخمسينة، انما ايه؟ عجب. تسلم بوقك يا جميل وتسلم ايدك. تسلم لي عيونك. نعم. اسيبك بقى واغير. لو تغير ليه ما انت كده جميل جدا. يا راجل هلبس لك الجلابيه اللي انت بتحبها. بيتي. يا بنتي كل شيء بعليكي. ده ايه الخيبه اللي انا فيها دي؟ الحمد لله اللي جت على كده. يا الواحد عاوز يشرب الشاي بقى و ده سلام عاوز جفنوه علم الغزل
ومن العين ما قتل. جلجل. مالك يا حبيبتي؟ مش عارفه ايه جلجل يسندني. مالك؟ زي ما يكون الارض مالت بيا كده. ونفسي غمت عليا. حامل يا حبيبتي حامل. حامل ايه يا راجل؟ مبروك. اقعد يا حبيبتي. انا بس تعبت على قفلي. استريحي. انا انزل اجيب للدكتور حالا. لا 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 ما تتعبش نفسك. انت لسه جاي تعبان من الشغل. طيب يا حبيبتي. مش معقول تنزل دلوقتي يا حبيبي. الف لا باس عليك. انا هرتاح شويه جنبك كده. طيب. شربت الشاي؟ قوي 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 الحمد لله. طيب. الف لا باس عليك. عن اذنك يا جلجل. اتفضلي يا حبيبتي. يا دماغي. لا حول الله يا ربي. طيب تسمحي لي اجي جنبك؟ اتفضلي يا سيبلال. اتفضلي. خبت تقيلة. آه. لا حظ المهبة. لا إله إلا الله. سجلات. نعم. أطفي النور. لا وعلى إيه؟ خليه. أنا هقعد حتى. تصبح على خير. على السلامة. انت مش هتنام؟ لا. طب احكي لي حدوته. حاضر. كم مره؟ تصبح على خير. امانه عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول. امانه يا ليل يا ليل. جلجل ما كملتليش الحدوده. ما كملتليش الحدوده. جلجل انت نمت من العوافي يا نايم حافي. بنحرج التماسي على احلى سماسه. احلى مسا على اجمل ملبسه. وحشني يا مضروب. انت اكتر. خد الدواء. يوه وبقى في سابع نوم. المزة. يبقى هنجيب بطة ووزة. عارف انا نفسي في ايه يا سماسم؟ يا حبيبي نفسي اقطعك. قطعي. ونفسي نفسي نفسي اكلك. كل اكلك. اكل. عارف يعني ايه اكل؟ نفسي افتح قلبك بسكينة حامية. تعملي فيه ايه؟ وادخل جواه وادور اشوفني قاعده فين. وبعدين ولا قبلين ولقيت واحده تانيه
يا لهوي اموتك بايديا دول، اموتك بايديا دول. واحدة تانية هو ده معقول؟ رسمي ايوه رسمي، شيلني شيلني على ايديك، طيرني زي الحمام. ايوه ايوه كل الحمام اتنين اتنين، وانت يا رسمي قلبك فين؟ خس عليكي تفوق، انت طالق. مش بايدي غصب عني، قلبي فاتني واعمل ايه؟ راح لماضي اخده مني. دوري معايا عليه وان لقيتي قلبي يبقى، حاولي يمكن تكسبيه. مش بايدي واعمل ايه؟ حبه مقدر ومكتوب على الجبين، ان ادوق منه بدالك كاس كاسين، كاس مليان احلام هنيه وكاس مليان بدموع عينيا. قلبي فاتني مش لاقيه، دوري معايا عليه وان لقيتي قلبي يبقى، حاولي يمكن تكسبيه. مش بايدي واعمل ايه؟ ايه رايك يا جلال بيه؟ اتفضل. الله تعالى هنا. نعم يا بيه. ده كلام فارغ. حاضر. ده تخريف. أنا مرة ما تكذبش بالكلام ده. حاضر يا فاهم؟ حاضر. وتسيب الشغلانة دي. حاضر. شوف لك شغلانة تانية. حاضر. بيتأدب. حاضر. صباح الخير يا محمد. أهلا، صباح النور يا سماد. بابا وصل؟ وصل فين يا سماد؟ بابا بقاله أسبوعين ما دخلش باب المعهد. بتقول إيه يا محمد؟ أيوه أيوه صحيح، في ناس سألوا عليه كتير أوي. زي مين يعني؟ والجماعة الفنانين دول المطربين. وما تعرفش ما بيجيش ليه؟ والله مش عارف. غريبة. مسير الحي الزامن أحسن من الوارث. بس عيب، راجل محترم زيك تقول كلام فارغ زي ده؟ افرض انهم ما تلاقوش يحصل ايه؟ قوم. وبتخبي عليا يا ام مرسي؟ غصب عني يا عمري، وصوني ان ابعدك عن الموضوع ده بقدر الامكان عشان تعرف تذاكر. اذاكر ايه؟ بابا بينتهي، الاستاذ جلال حافظ الفنان الكبير بينتهي عن مرسي. والعمل يا عمده نعمل ايه؟ احنا حاولنا كتير. العمل في ايدك، انت صاحبه بيسمع اي كلمه منك. حاول تاني وتالت ورابع. ده ابويا، مستقبلي، حياتي، اعمل معروف يا عم مرسي. مساء الخير يا بابا. جرى ايه يا جلال؟ تبقالك اسبوعين على الحال ده يا اخي. صحتك وما انت السائل عنه، شغلك واهملته، وظيفتك في المعهد وما انتش مهتم بيها، حتى عماد ما انتش حاسس بوجوده يا اخي. خلاص يا مرسي، ما بقاليش نفس للدنيا، ما بقتش طايق حد، مش قادر ارفع راسي في وسط الناس. اعتبرها ماتت يا اخي. يا ريتها ماتت وما حصلش الفضيحه دي. نزل ستاره سودا على الماضي يا جلال، انسى اللي فات عشان خاطر عماد. انا يا بابا نسيتني خلاص. جرى ايه يا جلال؟ حقيقي نسيت عماد؟ نسيت الامانه اللي سابتها لك المرحومه امه؟ معقوله؟ الفنانين كلهم عارفين مين جلال حافظ، إذا كان على البنات والجواز أو مفيش أكتر منه، والبنات أكتر من الهم على القلب. وانسى الفضيحة، الفضيحة اللي هدت كياني. دوسها برجليك يا أخي، ما تخليهاش تأثر على نفسيتك. أيوة بابا، ما تحرمش الناس من فنك عشان خاطر يا بابا، عشان خاطر ابنك حبيبك. عندك حق، مفيش داعي للزعل. أنا لازم أعيش للناس وليه كامل. أهو كده كلام الناس العاقلين.
جاي. ان شاء الله يا رب. قول لي يا عماد، ممكن اسالك سؤال وما تزعلش مني؟ انا عمري ما ازعل منك ابدا. ناوي تعمل ايه بعد الثانويه؟ انا مش عارف. لا بقى يبقى مش ناوي تكمل. انا والنصيب. فهمت طبعا، يا بخت من كان الموسيقار ابوك. طب فهمتي ايه؟ انك هتكمل. ايوه يا ستي، اخش المعهد العالي للموسيقى العربيه. يبقى ما جبتش مجموع يا حلو. مجموع ايه هلا، انا جايب 80% يدخلوا اي حد اي كليه. يبقى لازم عايز تطلع موسيقار زي بابا. واحسن من بابا كمان. خليك قاعد اقعد. سمعني كنت بتعزف ايه؟ لا حضرتك اللي تسمعني. انا؟ الاستاذ يبقى موجود والطالب. طب يلا يا يا وهور قولي رايح على فين؟ يا وهور قولي وسافر يا أبور يا أبور قولي. أظن كفاية كده أوي بقى. الله، تعال أنا عايزك في كلمتين جوه. عن إذنك يا أنسة. إيه الحديث الطويل اللي كان بينك وبين هالة ده؟ بتسألني هكمل بعد الثانوية العامة ولا لأ؟ كل الوقت ده؟ في الكلمتين دول بس؟ يا بابا مش مصدقني اسألها. لا انا ما اسألش، انا عندي ثقة فيك. وبعدين هلا بنت مؤدبة وبنت ناس طيبين. والله كويسة لحالها. بص انت لمستقبلك وشغلك. يلا روح اقعد معاها عشان ما يصحش تسيبها لوحدها. بعد اذنك. عالباب انا عالباب، افتح لي يا بواب. سماح، ازيك يا رسمي؟ يلزم خدمه؟ يوه مالك يا راجل، مش على بعضك كده. لا بس امشي دلوقتي. امشي ليه؟ اصل عندي ضيوف وما صحش يشوفوكي عندي. امشي. هو ضيوفك دول ما بيبانوش على نسوان؟ الله، جنسهم ايه؟ انت هتحكميني بقى، انا قلت لك الطراقي. جرى ايه يا راجل؟ يا ابن الكال. عامل له بلانتين ويروح امك. هي يا اسم مين دي؟ دي واحده معرفه. معرفه؟ ما تقول لها انا ابقى مين. انا يروح امك بقى اللي كان لحم ورماني عض. عرفتي بكره جربي. وحضرتك بقى عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اللحم اللي كله رسمي. يا ريت يرجع. تقدر يا رسمي؟ تقدر يا روحي الحبيبي ترجعولي؟ ترجعلي بيت اللي اتخرب؟ ها؟ سمعتي وكرامتي اللي اتبعترت قدام الناس؟ تقدر؟ ما ترد. ساكت ليه؟ انت عاوزه ايه يا ست انت مني؟ تعرفي تتوكلي على الله تبعد عني؟ أنا؟ يلا بالسلامة. يلا وليا اهو هديا. امشي اوعى تيجي هنا تاني. اقعدي يا شيخة اقعدي ولا يهمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ جلال؟ الله يسلمك يا فندم. اتفضل يا أستاذ جلال، ده بقى حساب الثلاث أغاني بتسجلوا.
شكرا يا استاذ عاطف، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. تعمل حسابك، احنا الاغنيه اللي فاضله عايزين نسجل عشان نصورها الاسبوع الجاي. ربنا يسهل ان شاء الله. طيب استاذنا، مع السلامه يا استاذ جلال. السلام عليكم. ما تنساش ان شاء الله. يلا يا عماد عشان هتأخر على المعهد. انا جيت اهو يا بابا. هات لنا انت الشاي. اه يا بابا. اسمع يا عماد، انت دخلت دلوقتي معهد موسيقى عشان تبقى فنان كبير. عاوز اقول لك نصيحه مهمه جدا. اتفضل يا بابا. حبك لفنك لازم يفوق كل حد. اذا حبيت فنك هيديك المال والمجد والشهره وكل اللي انت عايزه. وعشان كده بابا انا فضلت المعهد عن اي كليه. ربنا يوفقك يا ابني. كل. الاستاذ جلال حافظ الملحن عدو المراه رقم واحد. ومين بقى بسلامته اللي نزل من العربيه ده؟ ابن عماد، ولد يتيم. ماشي الفضايح دي يا عماد. عماد خد يا عماد. ايه يا عماد؟ ما تيجي تتعرف على زملائك الجداد يا اخي. هم دول؟ اه اتفضل. اهلا اهلا. الاستاذ عماد حافظ. اهلا وسهلا. قسم اصوات معانا يعني، ويبقى ابن الاستاذ جلال حافظ استاذ الالات بالمعهد. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. انا بقى مريم حسين باشا الخربوطي من الاعيان. تشرفنا يا فندم. وانا اشرف شريف شرف، ابن شريف شرف وبس. يعني مفيش باشا ولا بيه في العيله يعني. لا. تشرفنا يا فندم. انا بقى منى منير اصوات، وحمدت على شبابك في فيينا خليفة الأسمهانية. الله يرحمها. الله حياتك. شكرا. وحضرتك بقى دخلت المعهد عشان باباك أستاذ موسيقى؟ لا والله، أنا غاوي فن بطريقة خطيرة جدا. آه ده غاوي. مبروك يا عماد بداية الدراسة. ميرسي يا هلا. عقبال يا رب ما أجيب لك بوكيه وما تتخرج. شكرا. بقول لك ايه، فرصه بقى اعزمك على قعده حلوه في اي مكان. طب انا خايفه انا اتاخر. اتاخري ايه، فرصه. يلا. طيب. والله يا عال لسه ولا طلع ولا نزل وجايبالي ورده على الباب. امال لما يكبر ويغني له اغنيه في الراديو ولا في التلفزيون هيجيله ايه؟ حاجات كتير قوي. ايش هدايا وايش عربيات؟ مش قلت لكم ده مش سهل. تيجي نزن عليهم. يلا بينا. يلا بينا. يلا. كلام حلو بس الحقيقه مرهق. يا سيدي ما تشيلش هم وتوكل على الله. ربنا يسهل. بتتفسحوا لوحدكم؟ طب اعزمونا معاكم. اه صحيح، ما تعزمونا معاكم. هلا جارتي في البيت. متربيين سوا مع بعض. شرفنا. اصحابي الجداد في المعهد. اهلا وسهلا. طب استاذن لنا يا عماد لان انا اتاخرت. ما انا هوصلك. لا خليك، انا اوصل شارع. مع السلامه. من سلمك. من لقى احبابه ناس اصحابه. ايه؟ تشربوا حاجة يا جماعة؟ متشكرة يا كريم. عماد يا فندم. ايه ده، احنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ عازمين انت يا بنت الباشا؟ لا انا هضطر استأذن يعني. تستأذن تروح فين؟ اروح البيت طب. لا مش هتروح البيت، انت هتيجي عندي انا. هي عافية؟ اه عافية. وتكسب بنت الباشا يا جميل. يلا يلا قوم، يلا تعالى معانا قوم. طب الباشا هناك؟ الباشا مش هناك بس تعالى يلا. يلا يلا يلا. يلا. عماد جوا يا عم احمد. خرج من ساعتين يا سعادة البيت. لا متشكر. العفو. اتفضلوا. أما أنا هعمل حتة مال فيك يا عماد. ليه طيب؟ أنا عايزك تغني دلوقتي. أغني إيه؟ أول مرة أجي أغني. مفيهاش حاجة. وبابا وماما. ولو قلت لك عشان خاطر. ما أقدرش. لأ. إيه ما تقدرش ده؟ لو قلت لك عشان خاطر مريم. طب أنا هغني. مين اللي هيغني؟
فين يا استاذ ما قلتش لي عليك؟ ابدا ظروف بقى بقول لك عليها بعدين. ظروف؟ طب ما تبقاش تعملها تاني. حاضر يا فندم. ايه ده؟ امان. ايوه كنت فين لحد دلوقتي يا استاذ؟ طبعا ما انتش قادر ترد عليا. اسمع يا ابني، انا نصحتك قبل كده وانت لجاني على نفسك، واذا كنت هعيش لك اليومين دول مش هعيش لك بعد كده. روح شوف مين. روح. الحقيقة قاعد متاخر. ايه ترى ايه عامل زي ديك الشركسي كده ليه؟ الاستاذ راجع لي دلوقتي من المعهد. ليه كده يا عماد؟ انت ما انتش عارف ان ابوك قاعد لوحده وممكن يقلق عليك يا اخي. يا عم انا عارف ان بابا عنده تسجيل، قلت اقعد مع اصحابي شويه، ما انا بقى اترزع هنا في البيت لوحدي. وانت جرايه يا جلال، الواد كبر يا اخي ومكبر ابنك خويه. انا ما قلتش حاجه بس كان واجب يقول لي عشان ما افضلش مشغول عليه. اهو كده بقيتوا حلوين قوي. تستاهلوا المفاجاه الحلوه اللي انا جايبها لكم. اقعدوا اقعدوا يا حلوين اقعدوا. خير يا مرسي مفاجأة ايه؟ قبل تشرب قهوة ولا شاي؟ أنا لا هشرب قهوة ولا شاي، أنا بعد المفاجأة هشرب شربات سك. خير يا مرسي؟ دلوقتي يا سيدي في فرصة جاية لحد عندك عشان خاطر عماد. فرصة؟ فرصة ايه؟ ثلاث حفلات مذاعة في التلفزيون وعماد هيغني فيها مع ألمع نجوم الغناء العربي. يعني الناس هتشوفني في التلفزيون؟ وهتسمعك في الراديو كمان. حلو قوي. استنى أنت يا عماد. انت مش عارف مصلحتك كويس، اتفضل انت على اوضتك. شوف يا مرسي، تشربوا شاي قهوه يعني؟ مش عايزين نشرب شاي ولا حاجه، اتفضل على اوضتك. ايه الحكايه بالظبط يا مرسي؟ انا كلمت لك علي رحمي المتعاهد يحط عماد في برنامج ثلاث حفلات. يعني ايه؟ يعني عماد يطلع سكوندو؟ وماله؟ الصغير بيكبر. لا 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 يا مرسي، أنا مخطط لعماد تخطيط تاني خالص، لازم يتولد كبير عشان ما يعانيش اللي احنا عانيناه أنا وأنت وإحنا صغيرين لحد ما كبرنا. إمبارح غير النهارده يا جلال، على أيامنا لا كان في إذاعة ولا تلفزيون، وكان على الفنان مننا إنه يثبت وجوده بتعبه وعرقه وسهره الليالي. ودي جاية له لوزة مقشرة، ما حدش فينا كان بيحلم بيها يا جلال. لا لا يا مرسي، مش دي الفرصة اللي أقدمها لعماد ابني. ما هو لازم يتشاف ويتسمع الاول عشان الناس تعرفه يا جلال يا اخويا. يبقى لازم اقدمه تقديم كويس. ده مش فرح ولا حفله من بتوع زمان اللي كانوا على ايامنا وتنتهي. لا، دي بدايه المطرب، فلازم تبقى بدايه مدروسه. ما بلاش النظريات بتاعت المعهد بتاعتك دي، وخلي تفكيرك تفكير عملي. مرسي، دي خلاصه تفكير العميق عشان مستقبل عماد ابني. على كيفك، انا كان قصدي اخدمه بس. استاذن انا. مع السلامة. سلام. مع ألف سلامة. أنت زعلت يا عماد؟ أزعل منك يا بابا. ما تضايقش يا ابني إن أنا رفضت لك فرصة صغيرة زي دي. عمري ما زعل منك يا بابا، وحضرتك أدرى بمصلحتي. ربنا يا ابني قدرني ولاقي لك فرصة أحسن من دي ألف مرة. إن شاء الله. شكرا. عيب يا ولد. قومي يا غازي سامعيني صوتك. حاضر. ازاي بس ازاي تتوبي يا عيني؟ ازاي ازاي بيقولوا لي توبي. بس بس توبي توبي توبي. يلا اتفضل قوم سمعنا حاجه. فين الفول؟ فين الطعميه؟ فين البجل؟ فين الكره؟ ترتت. ان كان ده روح ما تروحش، عايز اروح ما تروحش. بس بلانيلة دي اصوات. قوم انت. انا استاذ؟ ايوه. يعني اعمل ايه؟ سمعينا اي حاجه من العبطين. اقروا الفتحه لابو العباس يا اسكندريه يا اهلا. قولوا معايا. اقروا الفتحه لابو العباس. استنى شويه. الله قول. اسكندريه يا اهلا. قوم انت سمعنا حاجه. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟
انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حب ايه؟ حب ايه؟ بس اقعد 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 اتفضل قوم انت يا ابن الموسيقار. عقبال ما ربنا يشفيه. للاسف انا عندي ميعاد عرض وعندي اعتمادات مفتوحه في البنك. افهم من كده انك بتفكر في تغييره؟ طبعا، ولا هيتخرب بيتي. طيب فكرت في مين من الاساتذه اللي يحل محله؟ انا دماغي ما عادتش تفكر، عشان كده جبتك تفكر معايا. الدور مطلوب له مطرب صغير. طيب اديني فرصة افكر اشوف مين اللي ليه الدور. ارجوك تهتم يا استاذ جاي. حاضر، مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عينيك عاوزة تقول حاجات كتير. تعرف تقراها؟ طبعا، بس انا نفسي تقوليها لي انت بنفسك. ما دام بتعرف تقراها ما تقول انت. يا ترى شعوري هو نفس شعوري؟ بس عينيك اكيد مخبيه حاجه، ونفسي يكون اللي في قلبي هو
اسمي على رسمك حمرا اسمي روحك طايرة معروف على خلقك يجري دم اسمك محفور على اسمي على رسمك حمرا اسمي ده باين عليه عايزني اترنش. انا ما بتجوزش الفلوس يا فردوس يا اختي، وبعدين انا لازم يبقى لي راي في الراجل اللي اتجوزه. بس انا يا حبيبتي اختك الكبيره واعرف مصلحتك. انا اللي هتجوز مش انتي، والراجل ده انا مش هتجوزه، ولو انت مصممه انا هروح اقعد عند خالتي الصالح. انا عايز اعرف بس العريس ده ناقصه ايه؟ ايد رجل ده كامل من كله، والراجل ما يعيبوش الا جيبه. انا قلت لا يعني لا. ايه الحكايه؟ الناس ايه اللي بره؟ بقول لك ايه يا حسن، اديهم فرصه اسبوع ولا اتنين للسؤال او اي حاجه تانية. يا جوز اختي ارجوك ترفض الراجل ده، انا مش عايزه اتجوزه. ليه؟ عشان كبير شويه في السن؟ ما هو كل العرسان الايام دي كده. والشباب الصغير يا حبيبتي ما يقدرش يتجوز، ما يقدرش يفتح بيت. والشباب اللي معاها فلوس عايزين واحده عندها ملك ولا قرض شهري. انا قلت مش عايزه اتجوزه، انا مش عايزه اتجوزه. بقول لك ايه يا حسن، تعال سيبها تفكر اسبوع ولا حاجه. بنات اخر زمن. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، انست وشرفت، اهلا بيك. خير خير ان شاء الله. انا جاهز. يا عيني الشقه موجوده وفلوسي بجيبي تمام التمام. يا عيني يا حنين، يا عيني يا حنين. بقول ايه لحضرتك يعني تصبر علينا كده اسبوع للسؤال يعني. ايوه مفيش مانع. الكارت بتاعه. انا عدريس الدقدوق. ايوه اكبر سباك في المغرب في المغربيين كلها. بقول لك ايه؟ نعم انا مفتح قوي قوي وفلوس الجيب. يا عيني يا حنين ماليش بركه الا انت. يا ريش نشيل الموضوع اعمل معروف قوي من عندي قبل العيديه. انت تؤمر. ايوه يا اخويا. وانت ليكي من عندي اسويله وجردان دهب. يا سلام يا عيني. وانا بقى مفيش حته بنطلطيف على رقبتي ولا حاجه مني؟ ده انا ماليش بركه الا انت. انا عنيا. عن اذنكم بقى. ما هو بدري. بقول لك ايه؟ نعم انا مستعجل مستعجل قوي. ولا يهمك العروسه عجباني. طبعا طبعا مع الف سلامه. بيقول مستعجل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقومي يا اختي ما تقومي، وانت وشك شبه حصلت التليفون. تعالي من هنا، انت رايحه فين؟ عايزه اقوم. ايه رايكم يا جماعه تيجوا عندي في البيت وهعزمكم على الغداء؟ والله فكره. انا بالاصاله عن نفسي ونيابه عن الزملاء اعلن تاييدكم على دعوتكم الكريمه على غذائكم المغذي. لا يا جماعه بس انا مش هقدر معلش. ليه يا عماد؟ لازم بقى ما بتحبناش. لا لا متوعد انا وبابا نتغدى سوا. وهو ابوك لو اتغدى لوحده يا عماد هيحصل له حاجه؟ احنا متعودين نتغدى مع بعض، ما يخلصكوش هنسيب الواحدة. يا ابني انت عايز تضيع علينا الغدوه، انت مسلط علينا ولا ايه؟ يا اخي خلي كل واحد على راحته. ايوه بس لازم تعرف اني هكون زعلانه منك قوي. تتعوض يا ماري. وعد. ان شاء الله. طيب اوصلك لاقرب تاكسي. لا انا من هنا هاخد تاكسي على طول واخلع. سلام عليكم. باي باي. باي. ايه؟ قابلني بعد ساعة في الكازينو بتاع امبارح. ليه حصل ايه؟ هناك هتعرف. حاجة تانية من أصحابي. طب ما تتأخرش عشان نتعشى سوا بره ونحتفل بمناسبة سعيدة جدا. سعيدة جدا؟ جدا جدا. طب آخد فكرة صغيرة عنها؟ لما تيجي أبقى أحكي لك عنها. طب يا بابا مش هتأخر. مع السلامة. سلام. يا ست في إيه؟ مفيش. مفيش إزاي؟ في إيه؟ عايزين يجوزوني. طب ما انت لازم تتجوزي. طب نعم. ايوه اول ما اخلص المعهد واعتمد على نفسي هاجي اخطبك على طول. انت فاهم انهم هيستنوك لغايه ما تخلص دراستك؟ ده جالي عريس يا عماد. الحل ايه؟
الحل في ايدك، انا مش عايزه لا مهر ولا شبكه ولا عايزه اي حاجه تاني خالص. تقصدي ايه يعني؟ يا عماد انا ما اقدرش اتخيل نفسي مع واحد تاني غيرك. ولا انا طبعا، ولا يمكن اسيبك في الظروف دي ابدا. صحيح يا عماد. صحيح. بقول لك ايه؟ رواقي كده؟ ها؟ وريني الابتسامه الجميله بتاعتك. ايوه كده. مساء الخير يا بابا. لا لا يا استاذ، غير هدومك عشان خاصه في البطن بتزقزق. لا حضرتك اتفضل، انا مش قادر انزل. الله، احنا مش متفقين مع بعض؟ ايه اللي خلاك تغير رايك؟ مفيش. الله، احنا هنبتدي نخبى على بعض ولا ايه؟ لا ابدا يا بابا. امال ايه؟ الموضوع يعني مش عاوز اوجع دماغ حضرتك فيه. يبقى لازم اعرفها عشان اشترك معاك في الحل. دي مشكله لواحد صاحبي عزيز عليا يعني قوي، مش عارف احلها. ايه؟ صاحبك ده محتاج فلوس؟ لا يا بابا، حاجة أكبر من كده. وحوشتني يا ابني وحيرتني. إيه؟ قتل؟ لا لا لا، بيحب بنت. آه، يبقى اتقتل. حب شريف. يبقى مغفل. أصل البنت بنت ناس طيبين قوي. بلاش كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها حب، في حاجة اسمها مصلحة. الحب موجود يا بابا. كذب وخداع. تبقى حضرتك ما بتحبنيش. حب ليك بعيد عن كل غاية ومصلحة، لكن حب الستات كله مصلحة. اللي تشوف حضرتك. الفرصة اللي أنا كنت بحلم لك بيها هي جت لحد عندك. فرصة إيه؟ الفرصة اللي هتخليك من نجوم الصف الأول. مرة واحدة نجوم الصف الأول؟ فيلم استعراضي غنائي عظيم. بابا، بس دي فرصة كبيرة ممكن ما بقاش قدها. تبقى قدها وأكبر منها كمان. إزاي؟ بالعمل، بالدراسة، وإذا ما استغلتش الفرصة دي كويس مش هتجيلك فرصة زيها بعد كده أبداً. ان شاء الله بقى عند حسن ظنك. يلا بقى يا حبيبي الاحسن، عصافير بطني زقزقت من الجوع. عصافير بطني ايه يا بابا؟ انا شبعت. انا شبعت يا بابا. طيب يا ولد. في ايه يا هاني؟ صحيت لقيت من اوضتك والا، اتخضيت. ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي يا حبيبتي؟ بفكر. في ايه؟ أنا عارفة إني بقيت حملة تقيلة على جوزك وعايز يخلص مني. أبدا يا هالة، حاسة إني بدور على مصلحتك. أنا عارفة مصلحتي كويس أوي، وأنا من بكرة الصبح هنزل أدور على شغل وأكمل تعليمي. الجوازة دي أنا مش عايزاها. مش عايزاها ليه؟ صرحيني، ده أنا أختك وأخاف على مصلحتك. أولا الفرق اللي في السن اللي بينا كبير، كبير أوي. كويس. ثانيا بقى أنا أيوة أنا بقى عايزة ثانيا دي. أنا من حقي أتجوز الإنسان اللي أنا عايزاه. يا هالة يا حبيبتي، الإنسان اللي في دماغك ده ما ينفعكيش. على أي أساس حكمتي؟ أنا طول عمرنا مربيين، أولاً لسه تلميذ، وما أقدرش يقول لأبوه إنه عايز يتجوزك. هو وعدني إنه هيعمل المستحيل ويقنع أبوه. إزاي يا ست العقلين؟ بقى جلال حافظ اللي معقد من الستات يرضى يجوز ابنه؟ أنا لسه صغيرة، وهستنى عماد لآخر نص عمري، إن كانت مصاريفي تعباك وأنا هشتغل. أنت اللي غلطانة. إن ما شلتكيش الأرض أشيلك جوا عينيا. ده أنا أختك وأمك، ده أنا اللي مربياك يا هالة. وما تزعليش مني، أنا بدور على مصلحتك يا حبيبتي. النجم الجديد عماد حافظ في تصوير اللقطات الداخلية لفيلم عاشق النغم مع نجمة الاستعراضية عبير حمدي. برافو برافو. يا عيني يا عيني، يا بخت من كان نكيب خاله. لا ده ابوه، انت تصدق. بس اللي هيجنني ازاي بقى نجم سينمائي بالسرعة دي؟ كنت وارث فدان ولا اتنين. الحق وزرعهم كوسة. يعني عماد خد بطولة الفيلم ده؟ بالكوسة يعني. أنا أصلي ما بحبش أسمع اللي أنتوا بتقولوه ده. عن إذنكم. الله، أنت زعلتوا ليه يا بنت الباشا؟ أنا أصلي ما بحبش الطريقة بتاعتكم دي. على مهلك علينا شوية. عماد ده حبيبي. ما هو واضح، واضح من كلامك قوي. ده بدل ما نقف جنبه ونشجعه كلكم قاعدين تقطعوا فروته، مش لا كدا. انت خدت الموضوع جد قوي. الله، ما بلاش حقد بقى. لا لا لا، انت خدت الموضوع جد قوي، ما بلاش المسائل دي علينا بقى. انا اصلي ارفض الاسلوب الرخيص بتاعك ده. عادي عادي عادي، عماد ده صديق عمري. انا خلصني برضه اقول عليه كلمه وحشه؟ امال ايه الكلام اللي انت قلته عليه ده؟ مدح. مدح زي ما بتقول الولد الشجيع. يا سلام على الولد الفلاني اللي مثل الدور الفلاني. كلمة ولد هنا مدح ولا تحقير. الله، فرودة واسمعودة بقى، نسيب راجل غني ومبسوط ونجري ورا التلميذ أبوه بيصرف عليه. مادام بتحبه يا حسن هي حرة، وهو كمان ابتدى يشتغل.
دي لسه صغيرة ما تعرفش مستقبلها فين. الناس دلوقتي بتبص اللي عنده فلوس في البنك قد ايه، عنده عمارات قد ايه، عنده فدادين طين على دماغي ودماغ اللي خلفوني قد ايه. يا بنتي يا هالة يا هالة. نعم يا ابي. اقعدي يا بنتي. ده اللي انت قلته وانا سمعته. انت بتصنطي علينا يا هالة. موضوع يخصني، افتكر من حقي اسمعه عشان ادافع عن نفسي. سمعيني يا ست وجهة نظرك. ظروفي انا شرحتها لاختي وسمعتها وهي بتقولها لحضرتك. بقى ده اسمه كلام. فرضنا عماد لقى واحدة واتعرف عليها، نرجع نندم. في دي بقى عندك حق. لا ظروف عماد انا عارفاها كويس قوي. وانا كمان حرام عليا اسيب راجل معاه فلوس وماله وهدومه. بقول لك ايه يا حسن؟ ادي فرصة لعماد انها تكلمه. حديها. بنات اخر زمن. بس يا حبيبتي ما تزعليش، حسن بيحبك وعايز مصلحتي، اعتبريه زي المرحوم بابا. وهو بابا لو كان عايش كان هيرضى يجوزني جوازه زي كده. فعلا القعده هنا ما تحسبش من عمر، انما انا هقوم لان مرهق طول النهار. لا اخس عليك يا عماد، انا عايزك تقعد معايا شويه، انا نفسي اقول لك كلام كتير قوي. ما الايام جايه وهنتكلم ونقول كل اللي احنا عايزينه. عايز تقول ايه؟ عايز اقول اللي مش قادر اقوله لاعز الناس. ايه ده؟ دي فزوره بقى. اسكتي يا ماري، انا تعبان جدا. عماد انت بتحب قوي. الله، طب وساكت ليه؟ ما تتكلم. لما يقول الاوان هتعرفي كل حاجه. مالك؟ ايه النظام؟ لايقين على بعض مش كده؟ تقصدي ايه؟ يعني كانت في ايدك ودارت منك يا جميل. بتضحك على ايه؟ مش ممكن تطير مني ازاي؟ بص على قدك، بص جنبك تلاقي اللي بيحبوك، انما لو بصيت بعيد هتتعب وهتتعب قوي يا جميل. صدق عبد الوهاب لما قال بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. طب اسمحوا لي انا يا جماعه بقى استاذن. اوصلك. ما بدري يا عم. لا لاني لازم انام بدري. ما النجوم لازم تنام بدري، امال ايه؟ ابدا، ده النجوم بتسهر لغايه لما الفجر يشقشق. دي نجوم السما يا حاده. طيب لو سمحت يا اشرف، ممكن توصل عماد معاك؟ اقصد الاستاذ عماد في سكتك يعني، وبالمره خد صبحي معاك. ها؟ قوي. اتفضل. بابا يا منى. استرحمت ايه يا جميل؟ ايه النظام يا بنت الباشا؟ القعده طولت قوي في البراند. رسم بقى ولا حب النجوميه؟ انتي بالذات انا مش هريحك ابدا. يا واد يا فتك، امال ايه اللي انا شايفاه ده؟ وايه الفتاكه بتاعتك دي كلها؟ بقى بالذمه يا مريم، السناره ما غمزتش؟ اظن انت عارفه مريم كويس. وعلى العموم هاتي بطنك بطيخه صيفي. انا بس بحب اتسلى وبس. يعني الموضوع مش جد، مجرد كلام في الهوا بس؟ ايوه، انا بقى بضيع وقتي. ولحد امتى يا جو هتضيع الوقت؟ لحد ما الاقي لي لعبه جديده اتسلى بيها. ايه رايك يا عم؟ انت بتسوق احسن منا اهو، انما انت كنت سرحان في ايه وانت سايق؟ ولا سرحان ولا حاجه. هنبتدي نخبي على بعض بقى ولا ايه؟ هنشرب الشربات امتى؟ شربات ايه يا ابني؟ شربات الفرح. انت جبت الكلام ده منين يعني؟ انت وجن وساهي. حد يبقى قدامه النعمه ويرفصها برجليه؟ يا ابني ولا جن ولا حاجه، انتوا فاهمين الموضوع غلط وتفكيركم ضيق جدا. عم بلاش فلسفه بقى. انا لو مكانك وفي وضعك ده دلوقتي امتع روحي بفلوس بنت الباشا يا باشا. تصبح على خير. يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. يا
وشك حلو عليا جدا. كان نفسي اجي واباركلك وانت بتشتغل وبتمثل، بس اللي حصل بيني وبين جوز اختي ما خلانيش اعرف اجي. ايه حصل ايه؟ سيبك من اللي حصل دلوقتي وقول لي عملت ايه؟ مثلت كويس؟ كنت احب الفرصه دي تجيني وانا في ظروف نفسيه احسن من كده. كنت عملت عمايلي هالة. يعني ما مثلتش كويس؟ لا مثلت كويس، بس كان ممكن ابقى احسن من كده اكتر. وانا السبب؟ انت ذنبك ايه؟ السبب ظروفنا احنا اتنين. بابا مش عارف يكلمني في الموضوع لحد. مش انت اشتغلت والحمد لله، خايف منه ليه؟ اشتغلت ايه يا هالة؟ ده فيلم ويخلص. بكره يجيلك افلام كتير وتبقى مشهور وربنا يسهل. واختك وجوز اختك هيستنوا؟ طبعا لا. يبقى رجعنا للطريق المسدود. وانا قلت لك على الحل اللي خلصناه وانت مش راضي. هالة مش عايزك تفهميني غلط. انا ممكن اكتب عليك دلوقتي حالا، بس نقعد فين؟ انا مش عايزك تشغل دماغك بالموضوع ده عشان تعرف تشوف شغلك. طب وانت هتعملي ايه مع جوز اختك ده؟ انا كل اللي يهمني اني اشوفك ناجح. نجاح ما يبقالوش طعم لو انت جنبي. يا ريت كان حكمي في ايدي، كنت استناك العمر كله. عموما انا هستنى اي فرصه قريبه واكلم بابا في الموضوع ده. والرفض هتصرف انا تصرف تاني. صحيح يا عماد، اللي فيه الخير يقدم ربنا. بقولك ايه؟ ايه؟ ما تطلعش ورايا على طول، لفلك لفه وبعدين نطلع. ما انا عارف. مع السلامه. الله، امال هالة فين يا فردوس؟ خرجت تشتري حاجه وزمانها جايه. خرجت تشتري حاجه ولا راحت تقابل الاستاذ؟ وماله يا اخويا لما راحت تقابل الاستاذ؟ عشان يكلم ابوه ويجي يقابلك. ولما الراجل اللي قايل عليها يشوفها معاه؟ مع السلامه. خلاص خليها قاعده جنبك وحل من كيسك واديها. نعم يا اخويا، انت فاكر انت اللي بتصرف عليها؟ طبعا. فوق يا ابو علي فوق، افهمني كويس، البيت ده بيتصرف عليه من فلوس ابويا وامي اللي احنا مخبينها عنها. وما تنساش كمان المعاش يا اخويا اللي بتلهفوا منها كل شهر. فوق لنفسك يا ابو علي. الله بهزر، ما كانتش كلمه قلتها. قومي بقى وضب لنا لقمه نتعشى. ايه؟ يلا. ايه؟ هلا طمنيني، عملت ايه يا حبيبتي؟ طلب مني مهله كام يوم يفتح ابوه في الموضوع. يا اختي هو ماله لبخه كده ليه؟ مش خلاص اشتغل يبقى خايف من ابوه ليه بقى؟ خايف من الزمن، لا الشغل ما يدومش يخسر ابوه. اهلا عمور. ايه يا عم؟ ايه في ايه؟ تعال بس استريح نستلم الهواء. خير؟ ايه؟ كنت عاوزني ليه؟ ريح بس ريح. امال فين الراجل العجوز المكار؟ نايم اصحهولك؟ لا 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 خليه نايم. ده داهية من دواهي الزمن. لو اني كنت عاوز اصحيه وابلغه اعدامي. قال ايه؟ فضل مدكن علي خبر اشتغالك في الفيلم انا صديق الطفوله والتشرد. وانا قلب هبلي كنت فاكر اني جايب لك فرصه العمر. لحد ما قريت الخبر في الجورنال. والله يا عمده. والله يا عمورتي انا نفسي مش عارف الموضوع ده خالص. ده استاذ يا استاذ عرف يضرب ضربته وايه في الوقت المناسب. الكلام خدنا يا عمده. فين الشربات يا حبيبي؟ الشربات اجيبه لك في ازاز لحد البيت. وادي تريح. ها في ايه يا عمده؟ كنت عايزني ليه؟ في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. طب ما تديني فكره. ده انت كده شوقتني وشغلتني. لا هي مشكله مش عارف احلها، وقلت ما فيش غير عم مرسي هو اللي يحل المشكله دي. يعني انا هكون اشطر من ابوك يا عمده؟ ده حلال العقد، ده يحل اللي ما تتحلش. جرايه يا عم مرسي، انت بتقول ايه؟ انا اقدر افتح باب في الموضوع ده؟ ما انت فاهم موضوع زي ده اوعى يكون موضوع حريمي يا عمده. امال اللي انا عامله ده كله يعني ايه؟ ايوه موضوع حريمي طبعا. موضوع حريمي؟ وعايزني انا اللي احل واربط في موضوع زي ده؟ ده كان ابوك يحل وسطي. عم مرسي انا بحبه
وانا بين نارين دلوقتي ومش عارف اشتغل. والله وكبرت يا عمده ونار الحب بتاكل في قلبك. انا بشر برضه. خلاص سيب الموضوع ده على الله وعليا انا يا عمده. ام مرسي اوعى تتخلي عني، انت عارف انا ماليش في الدنيا دي كلها غيركم انتوا اتنين. خلاص ولا يهمك، قوم انت بس ذاكر لك كلمتين عقبال انا بعمل لك كوبايه الشاي اللي هي. ايه اللي بتقوله ده يا مرسي؟ انت جرالك حاجه في نافوخك؟ انت اللي جرالك حاجه في نافوخك يا جلال. معقوله انت نسيت ان احمد لازم يحب لازم يكره لازم يتجوز؟ انت اكيد اتجننت يا مرسي. يا جلال يا حبيب قلبي، انت مصمم ان عماد لسه صغير، عماد بكره يكبر ويبقى تفكيره من نافوخه، ساعتها هيتجوز بارادتك او من غير ارادتك يا جلال. لا يا مرسي، الجواز عقبه في طريق كل فنان، وعماد لسه على اول السلم. اكبر فنانين بلدك متجوزين وعندهم اولاد كمان. كذب كذب. صاحب بالين كذاب. الفنان لازم يتجوز الفن وبس. يا جلال جوازتك انت من سماح كانت غلط من اولها. فرق السن اللي بينكم كمان، ما احسنتش اختيار الست اللي اديتها اسمك بعد موت المرحومه ام عماد. ارجوك ارجوك يا مرسي، احنا مش هنقلب الماضي دلوقتي. الله يسهل لها مطرح مراحل. بقى خلينا احنا في الزرع الاخضر الجميل اللي المستقبل قدامه. البت هالة بنت حلال وعماد بيحبها يا جلجل. مفيش حاجه اسمها حب. هما لما لقوه خد فرصه في السينما طمعوا فيه. يا جلال تفكيرك ده غلط. الواد والبنت بيحبوا بعض من زمان. ما تعلقش غلطتك على شماعه اجمل شيء في الوجود. مرسي انا لازم اوقف الجوازه دي باي شكل. رايح فين يا جلال؟ رايح اوقف المهزله اللي هتحصل دلوقتي. يا راجل اسكت واقعد بقى. اسكت لحد ما الفاس تقف الراس. طب عشان خاطري يا جلال، البنت هاله مالهاش ذنب. عشان خاطري بلاش الفضايح. لو ما عملتش فضيحه دلوقتي هيفتكروني لقمه سهله وابقى امام الامر الواقع. جلال استنى بس. تعال بس يا راجل. تعالى يا استاذ جلال. اسكت انت يا مرسي خليك هنا. طب الكلام يبقى بالراحه عشان جيراني. طيب عن اذنك. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ جلال. ست فردوس. افندم. جوزك الاستاذ حسن معرفش ايه ده موجود؟ لا مش موجود يا استاذ جلال. طب احنا جيران واللي يزعلك يزعلنا. فعلا يا استاذ جلال، اللي يزعلك يزعلنا. يبقى تسمعي الكلمتين اللي انا هقولهم من غير ما تقاطعيني. اتفضل قول. ابعدي هالة عن ابني، خليه يشوف مستقبله. هو مين قال حضرتك يا استاذ جلال ان هالة هتتجوز عماد؟ انا مش عايز اكرر الكلام اللي انا قلته. ابعدي هالة عن ابني، هو لا هيتجوز ولا هيتنيل. استاذ جلال كلامك على عينه الراس، ابنك وانت حر فيه، خليله اتجوزه براحتك. في حاجة أحب أفهمها لحضرتك، إني أنا ليا شروط في العريس اللي يتقدم لي، إنه يكون راجل وملوش وصي يتحكم فيه. حاجة تانية كمان، إن أنا في عريس متقدم لي ومانيش حبور لو سعماد ما اتجوزنيش. خدمة تانية يا أستاذ جلال، مع السلامة. اتفضل. مع السلامة. هتطرديني؟ مع السلامة يا أستاذ جلال، مع السلامة. ابقى قابليني لو حد اتجوزك. مع السلامة. بنت المفعوصة بتقفل الباب في وشي. كويس إن حصل كده يا جلال، احمد ربنا. أنا مش عارفة دلوقتي أنت بتعيطي على إيه؟ ده كويس قوي ان ربنا فوقك، وكويس كمان ان انا ما طيرتش العريس اللي جالك. عماد مالوش ذنب. يا شيخه ده ما عندوش شخصيه خالص وماشي ورا ابوه على طول. ادخل ادخل. نجاح واللي اتحيح. يا جلال مش كده ابدا. ما انا لا يمكن هسكت على الموضوع ده ابدا. ما يصحش كده. انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليهم. على ايه ده كله يا بابا؟ حضرتك عاوز تجوزني؟ حق من حقوقي زي اي شاب. اخرس ما تردش عليا. يا جلال ما يصحش، عماد بقى صغير يا اخي. طول ما بياخد مني مصروف وهو نظري عيل صغير كمان. برضه ما يصحش. تقدر تقول لحضرتك هتصرف عليها منين؟ اظن فاكر هتصرف عليها من جيب ابوك. لا من شغلي يا بابا. شغلك؟ شغل ايه يا ابو شغل؟ ده انت العقد بتاعك ما يجيبلكش بنطلون من اللي انت بتتعايق بيهم. لا يا بابا، من النهارده ايديا مش هتمد لك تاني. خلاص. ومش هخرس تاني يا بابا. ومش هقعد في البيت ده تاني. الله عماد استنى بس يا عماد كده.
الدنيا دي. الو مين؟ مين عايز يا فندم؟ ايمان؟ طب لحظة واحدة. مريم؟ يا مريم تليفون علشان. ايوه يا ماما. علشاني انا؟ الو ايوه مريم، انا عماد، انا اشوفك دلوقتي باي طريقة. مالك؟ صوتك مش طبيعي ليه؟ قولي في حاجة حصلت؟ لاني اتخانقت مع بابا وسبت البيت كمان. انت ممكن تتفضل عندنا. طب عشان باباكي؟ طيب لا ما فيهاش حاجة. طيب هاجي حالا. اوكي انا منتظرك. مع السلامة. باي باي. مريم؟ ايوه يا ماما. ان كان صحابي جايين بلاش يعملوا دوشة عشان تعبان. حاضر يا ماما. حضرتك ندهت لي يا استاذ حسن يا حمش. ايوه كنت عايز اخلي الحساب اللي بيني وبينك للصبح. طب مش اقول الاول مساء الخير؟ مساء الخير تتقال للناس بتقدر الجيره وحب الجار. عيب يا استاذ حسن يا حمش. مش عيب يا استاذ، تتعدى على اهل بيتي في غيابي. معلش ما تزعلش منه، الاستاذ جلال هو الكبير برضه. اسكت انت، خليني اعرف اشوف شغلي. اعصر الشر يا حسن يا حمش. اسمع كلامها واعصر الشر يا حسن يا حمش. مش هعصر الشر يا جلال يا حافظ. انت بتستدخل نفسك؟ انا بستدخل نفسي. طب انا بقى ههزقك قدام اهلك. يا لهوي يا لهوي. قوموه حسن، قوم يا حسن. قوموه حسن، قوم. سيبوه. السلام عليكم. تعرفي مرة تانية تقفل الباب في وشي هقطع ودانك. حاضر يا عمري. فين موريتك يا جلال يا حافظ؟ اتفضل. كويس قوي انك عملت كده. ايوه بس انا مش هقدر ابيتك هنا، انت عارف بابا وماما كويس. ولا اقول لك انت ممكن تبات عند اشرف او صبحي. لا 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 مش عايز حد منهم يعرف خالص. طب اسمع، انا ممكن اديك مفتاح شقتنا التانيه، ممكن تبات فيها. كده كويس. انا جيت لك. ليه؟ جيت اصفي حسابي القديم. هو انا في حساب بيني وبينك؟ فاكر؟ حساب طويل، حساب كبير. ايوه حساب خربانك لبيتي. عارف بيتي؟ بيتي اللي خربته؟ عارفه. عارف راجلي؟ راجلي اللي ضيعته. طيب اللي ضفره وساوي رقبتك. طيب طيب كان بيت خربته يا رسمي. بس علي علي يا سماح. علي Thank you.
جايبك دلوقتي؟ مش خايف حد يشوفك؟ علشان نقعد لوحدينا بعيد عن كل الناس، وكمان عشان تفهمني الفزورة اللي خلتني أسهر طول الليل علشانها. فزورة إيه؟ الكلام اللي أنت مش قادر تبوح بيه لأعدي الناس. لا دي مشكلة كده في حياتي يعني. أيوه، بس أنت قلت لي قبل كده إنك تعبان قوي. لا أنا قلبي اللي تعبان مش. وإيه اللي تعب؟ مش عارف. إن كان عجزي مادي يتدبر، وإن كان عجزي آدمي خلاص ما بقاش في طبقية، والنسب بقى موضة قديمة، المهم الشخص نفسه واستعداد الطرفين للحب. هو فعلا عجز آدمي، بس مش بالطريقة اللي بتقوليها دي. أمال إيه؟ بابا يا ست عدو المرأة رقم واحد. طبعا ده شيء واضح ومعروف من تصرفاته معانا في المعهد للبنات. يبقى أنا هقدر إزاي أقوله إن أنا بحب بنته وعايز أتجوزها؟ هو باباك على عيننا وراسنا طبعا، واجب احترام. أيوه بس برضو هو ماله ومال تصرفاتك ولا خصوصيتك أنت؟ بابا بيعاملني كأني لسه طفل صغير. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ أيوه يعني المفروض إن أنا ما أعملش حاجة غير لما أقوله، بس أنا مش هقوله حاجة تانية. خلاص يبقى مفيش مشكلة. إزاي؟ تتجوز وتقول لي بابا العزيز أنا اتجوزت. في كلمة زي دي بقى القيامة تقوم وممكن يطردني من البيت. وأنت فاهم لما تتجوز هنقعد مع باباك ونسيب الفيلا؟ نعم طبعا لا يمكن يا عماد. الظاهر فهمتيني غلط على فكرة. طب بقى ممكن تفهمني ايه الصح؟ مريم دي بالنسبة لي أخت. أخت؟ يعني ما كنتش المقصودة بالكلام ده؟ أنا آسف يا مريم، الظاهر أنا ما عرفتش أفهمك. أنا كان قلبي حاسس إن في واحدة تانية في حياتي. عموما يا عماد كل شيء اسمه تقدر تعتبرني اختك من دلوقتي، تقدر تعتمد عليا في كل حاجه، اي حاجه انت محتاج لها. صبحي ايوه مين؟ اهلا استاذ جلال، اتفضل يا بيه. ما شفتش عماد؟ لا عماد ما شفتوش من يومين. غريبه، ما فاتش عليك النهارده؟ لا. طيب تعال ندور عليه سوا. ليه في ايه؟ بعدين اقول لك بعدين. مساء الخير يا اشرف. اهلا استاذ جلال، اتفضل. شكل ما شفتش عماد؟ لا انا ما شفتوش النهارده خالص. يبقى راح عند مريم. مريم؟ مريم مين؟ مش ممكن عماد يروح لها لوحده، ده احنا بناخده معانا بالعافيه. الله، امال راح فين؟ ما قلنا لك يا استاذ جلال راح عند مريم من الاول. يا استاذ جلال، استاذ جلال. فين كليوباترا؟ كليوباترا فين؟ روح شوفها. يا ابراهيم فين عماد؟ ما وصلش يا استاذ، روح من البيت يا سيدي. روح. الاستاذ عماد جه. الاستاذ عماد ايوه يا استاذ. فيه اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ انا والده. والد عماد؟ ايوه. جاي تمثل بداله يعني؟ لا يا فندم انا مش ممثل. طب ما تروح تشوف لنا عماد. حاضر يا فندم، بدور. يا ريت تشوف لنا عماد. حاضر يا فندم. ده بقاله خمس ساعات. خمس ساعات يا فندم. خمس ساعات، يلا شوفوا عماد. حاضر، عن اذن سيادتك دقيقة واحدة. اتفضل. السلام عليكم. يا ابراهيم
هي الدنيا ظلمت ليه؟ لا مؤاخذة يا فندم، أنا جبت لك عماد أهو ولابس اللبس الجاهز بتاع الشغل. أنت كنت فين يا أستاذ عماد امبارح وأول امبارح ما جيتش ليه، والنهاردة متأخر 5 ساعات ليه؟ معلش يا فندم حصل خير، أنا فهمته الالتزام بمواعيد العمل علشان يبقى فنان كبير زي حضرتك. كنت قايلين قوي 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 قوي، والاستاذ كان هايل جدا. هي فين؟
كنت هايلة يا متمزقل، انما بتهزري كتير في الشغل وده مش كويس. انا كان ممكن الغي الشغل عصر. انما عشان خاطركم مش لاغي. برافو يا اخويا، برافو يا عماد، مبروك يا عماد. انت هايل يا عماد، انت هايل، كنت تجنن. كلام كارك ولا كلمة خالص. هات الكاميرا يا ملاك. تعالى. لا صب صب، مش كده يا عماد، مش كده يا عماد. انا عايز ضرب نار يا عماد، عايز ضرب نار ودم. يلا يا عماد، يلا برتين. بص كلاكات يا ابراهيم. 136 واحد تاني مره. لا 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 لا، مش كده ابدا يا عماد. انا عايزك تتعلم مني يا عماد، ما مش معقوله. وانت خد بالك كويس، اتعلم انت راخر. بص يا عماد كده. حلو قوي يا استاذ، حلو. يلا يا ملاك كويس كده. برتين اكشن. 136 واحد ثلاث مرة. ايه الافتراء بتاعك ده يا اخي؟ ايه يا جماعة انتوا مش فاهمين؟ احنا بنمثل. تمثل ايه؟ بنمثل. بنمثل ايه؟ بعد اذنك اتفضل. استنى، تعال تعال يا حبيبي، زي اخوك عيب كده. ادب. مبروك يا عم، طلعت شجيع وطلعت مطرب وموسيقي. انا جبت لك خطيبتك وموافق اهو على الجواز. مبروك يا عم. 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 استنى واحده، المشهد الاخير، اتبع يا ملاك. الله عليك. نبيل المخرج يا بطل.